يسأل أخ فيقول: سمعت قصة من أحد الشيوخ بأن السيدة عاتكة بنت زيد قد تزوجت من عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، وبعد أن توفي تزوجت من عمر بن الخطاب، وبعد أن توفي تزوجت من الزبير، وبعد أن توفي تزوجت من علي، وبعد أن توفي تزوجت من الحسين بن علي. القصة فيها تفصيل، أريد معرفة هل هذه القصة صحيحة، وكيف تزوجت من الحسين وقد كانت متزوجة أباه. طيب، أولا، من هذه عاتكة بنت زيد؟ هذه من الصحابيات الكرام رضي الله تعالى عنها، وهي أخت سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر رضي الله عنه، زوج فاطمة بنت الخطاب. ذكروا قصة إسلام سيدنا عمر، كيف جاء إلى أخته سعيد بن زيد صهره زوج أخته. هذه عاتكة أخت سعيد، يعني هي ابنة عم سيدنا عمر وأخت صهره، هو ابن عمه وصهره فهي أخته، وأيضا ابنة عمي. هذه عاتكة بنت زيد، صحابية مسلمة من أوائل المسلمات رضي الله عنها. الآن، جزء من هذا الكلام الذي سمعته من هذا الشيخ صحيح، وجزء آخر غير صحيح. أنها تزوجت من عبد الله بن أبي بكر الصديق، وهو ابن سيدنا أبي بكر، وهو صحابي أيضا، فهذا صحيح، وقد توفي عبد الله رضي الله عنها، يعني هو توفي وبقيت على قيد الحياة، صحيح. وقد كانت شاعرة فأنشدت أبيات تذكر تعاتب نفسها على أنها، أو تحرض نفسها على أنها لن تتزوج بعد زوجها عبد الله بن أبي بكر. فمرت الأيام، وشاء الله تعالى أن يرسل إليها ابن عمها سيدنا عمر رضي الله عنه، فيقول: إنك حرمت على نفسك ما حل الله. إيش اللي حل الله؟ بعد ما يموت زوج المرأة أو يطلقها، يحل لها أن تتزوج بعده، فلماذا أنت قلت أنك تحرمين على نفسك الزواج؟ لماذا فعلت هذا؟ إن كنت قد أخذت من هذا الرجل شيئا، يعني كان عبد الله بن أبي بكر يحبها وهي تحبه، فكأنهما تعاهدا على أنه إن توفي تأخذ شيئا من ماله، أعطاها في حياته شيئا من ماله على أن لا تتزوج بعده. فقال: في هذا الفعل أخطأتما، لا يصح مثل هذا، فردي هذا المال إلى ورثته، رجعي لنا المال، وهذا الذي فعلتيه تحريم ما أحل الله. فردت المال، وكانت قد انقضت عدتها منذ زمن بعيد. فخطبها عمر رضي الله عنه وتزوجها، ومضت الأيام واستشهد عنها، هذا صحيح أيضا. ومرت الأيام، فرثت سيدنا عمر رضي الله عنه بأبيات، وعادت الأيام عليها، فخطبها علي رضي الله تعالى عنه. ويقولون إن خطبة علي، بعضهم يقول خطبها بعد سيدنا عمر، وبعضهم يقول لا، حصل هذا فيما بعد، والذي خطبها هو الزبير، فخطبها الزبير، هذا قولان يعني، فخطبها الزبير رضي الله عنه على الأصح، وتزوجها، ومرت الأيام واستشهد عنها أيضا. الآن يقال، الحافظ بن حجر رحمه الله في ترجمتها يقول: يقال، يعني أن الأمر ضعيف. قال: ويقال أن علي رضي الله عنه أرسل إليها يخطبها، فقالت: إني أخشى عليك القتل، من تزوجني مات عني، فأنا أخشى عليك ذلك، فما تزوجته رضي الله عنه، وبقيت على حالها إلى أن توفيت. فإذا جزء من الذي سمعته صحيح، وجزء غير صحيح. لم تتزوج عليا، ولم تتزوج ابنه الحسين، لم تتزوج لا الأب ولا الابن. ومعلوم عندكم جميعا، فضلا أن يكون عند علي والحسين رضي الله عنهما، أن زواج امرأة الأب حرام، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم إلا ما قد سلف.
فهذا أمر مقطوع بكذبه وعدم صحته. الآن استفدنا يا أيها الإخوة من هذه القصة فوائد عديدة، أهمها أن هذا الأمر كان معتادا في المسلمين والصحابة ولا يعيب أحد على أحد، لا الرجال يعيبون على النساء ولا النساء يعيبن على الرجال، أنه إذا توفي الرجل يتزوج بعد زوجته، وإذا توفي زوج المرأة يتزوج الرجل بعدها، وأنها إذا توفي زوجها تتزوج بعده رجلا آخر، لا يعيب أحد على أحد. وهذا فيه خير كبير وستر على المسلمين رجالا ونساء. نحن في زمن ذكرت ذلك مرارا، إذا تأيمت المرأة، تأيمت يعني مات زوجها، إذا تأيمت المرأة ومضت عدتها وأراد بعض الناس أن يخطبها أو هي أرادت أن تتزوج، يعيب الناس عليها عيبا شديدا وينتقدونها انتقادا مرا ويسمعونها كلاما نتنا خبيثا، يقولون تحب الأزواج وتحب الرجال وهذا الكلام الفارغ الذي لا يصح شرعا. أفإن فسدت تحمل عنقها ذنبها في رقبتك أنت يا من تتكلم؟ لا والله، ولا أحد يحمل وزر أحد. فأن تتزوج بشكل صحيح شرعي حلال، هذا أمر معهود في العصور الإسلامية الأولى وفي عصورنا كلها، عصور المسلمين إلى قبل 100 سنة تقريبا، 150 سنة كان هذا معتادا. لكن صاروا يقتصرون على زوجة واحدة كما قلت أعود، ويعيبون على من أراد التزوج، وهذا غير صحيح ولا يصح، ومن يعيب ينبغي هو أن يعاب بكلامه. فأمر الزواج أمر أباحه الله سبحانه وتعالى إذا كان بأركانه وشروطه وترتيبه. ولو نظرنا في الصحابة تقريبا جمهورهم، جمهور الصحابة رجالا ونساء، تزوجوا عدة زوجات، والنساء إذا مات أزواجهن أو طلقن تزوجن عدة أزواج، جمهور الصحابة أقول يا أيها الإخوة، وهم خيرة خلق الله الرجال والنساء، بأكد مو بس الرجال إذا فقدوا أزواجهن أو طلق، النساء إذا فقدت زوجها أو طلقت جمهور النساء كانوا يتزوجن بعد ذلك، ولا يعني أقرب الناس هم الذين يشجعونها على فعل شيء أحله الله، لا أبوها يعيب بالعكس هو الذي يقبل ويشجع، ولا أخوها ولا قريبها ولا أي إنسان، هي تفعل ما أحله الله. قصة لطيفة تتعلق بهذه المرأة سبحان الله ذكرتها الآن، لما تزوجت آخر أزواجها الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت في زمن زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر وزوجها الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تكثر الخروج إلى المسجد فتصلي الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد، إماء الله يعني النساء، يعني إذا أرادت المرأة أن تأتي للمسجد فتصلي الجماعة وكان في مكان للصلاة لا تمنعوها، اسمحوا لها بذلك. هذا أيضا من الأشياء التي انقلبت رأسا على عقب في زمنه، كثير من الرجال إذا ذهبت زوجته للمسجد للصلاة أو لحضور درس علم أو كذا يمنعها، أما للأسواق وللمشي في الشوارع وللأعراس فهذا مسموح لا حرج فيه سبحان الله. فهذه المرأة كانت تحب الجماعة، وبخاصة عشقت هذا الأمر من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار كلهم كانوا يهفون وقلوبهم تتطلع ويشتاقون لأن يسمعوا قراءة رسول الله في الصلاة. مرت عليها الأيام وهي على هذه الحالة، استمرت عليها في زمن زوجها الأول والثاني، وكان سيدنا عمر كانت امرأة وسيمة، فكان سيدنا عمر يكره خروجها لكنه لا يمنعها، يعني يخشى الفتن عليها كذا لكن لا يمنعها، بعد أن سمع قول رسول الله لا تمنعوا إماء الله المساجد ما يفعل شيئا يخالف أمر رسول الله، فيأذن لها لكنه يتضايق شيئا ما. وتوفي استشهد عنها فتزوجها الزبير، فأراد أن يمنعها فقالت له الحديث فسكت، فاحتال لها حيلة الزبير رضي الله عنه. خرجت يوما لصلاة العشاء فلحقها، فلما كانت تمر بزقاق معتم جاء إليها فقبض يدها، هو زوجها
لكنه في العتمة في الظلام قبض يدها وهي لا تدري ما هو، فقالت أعوذ بالله منك، ثم التفتت فعادت إلى بيتها وقالت إنا لله لقد فسد الناس. هي لا تعرف ما فعل بها هذا هو زوجها، ولم تعد تخرج بعدها إلى الجماعة، صارت تصلي في بيتها. سبحان الله، كان ذكيا رضي الله عنه، استعمل معها حيلة شرعية صحيحة، لم يؤذها بها ولم يعنفها ولم كذا، ونجحت الفكرة ولم تعد تخرج بعد ذلك. سبحان الله.